ليفارو بيلعب الكره في الجهه اليمنى، البحث عن ارسال كره عرضيه خطيره للمنتخب الاوزبكي، بالفعل كره عرضيه الكسندر، الكره تبعد لكن تعود، لكنها تعود في المرمى، هدف اول بعد ربع ساعه، بعد خطا دفاعي، بعد هفوه في الابعاد، هفوه في التمركز، 1-0 اوزباكستان. تبدا بهذا السيناريو الذي اراد ان يبدا به المدرب قاسيموف، والذي يحارب على جبهتين في مشوار التاهل الى اسيا ومشوار التاهل الى كاس العالم. شوف الكره العرضيه هنا ما كانت في مستنده، هنا الوندو، هنا الكره والكسندر يصوب، هنا التشتيت الخاطر والكره التي وصلت الى اللاعب البعيد ايضا عن الرقابه، اللاعب المتقدم فيها جادويف. 1-0 المنتخب الاوزبكي يتقدم الان بعد مرور 16 دقيقة من زمن شوط المباراة. ويتذكرون احمد خليل الان، احمد خليل يتقدم في الكرة الثابتة، بيلعب الكرة باتجاه المرمى، تصطدم، تعود الى خميس، خميس بيلعب الكرة في مكان الى عامر، عامر عرضية وعالي، احمد خليل يا رب، الاسم احمد لكن الوظيفة بطل، الوظيفة رجل، الوظيفة سبع، الوظيفة هداف، ومن الوظيفة ما عنده إجازة، ما عنده إجازة، سجلها فيهم وذكرنا بالدمام، سجلها فيهم وذكرنا بطشقل، اللي يسجل في طشقل لازم يسجل في أبو ظبي، لازم يسجل في الإمارات، هو سبع الإمارات، من عند علي، مبخوت من عند عامر، مبخوت